انا من نشرت حاجة عنه من اسبوع. لا هو الموضوع بالتفصيل ساعدتك تشمل على الصفحة. انا فعلا قبط الموضوع لغاية ما نتصل بالمحافظ معنا. انا عايزين نعرف من ساعدتك ايه جدوى هذا الدكتور وكم تكمل وهل هو فعلا كم ولا لا. شوف هقول لحضرتك بداية احنا ايه اللي احنا بنتكلم ان دلوقتي احنا في احدى الصحف وصحيفة تابعة للحزب احد أزرع الدولة. الدولة دي مش مكونة من الجهاز التنفيذي بتاعها أو كلام من ده، لا هي مكونة من كل ده. تمام؟ فبالتالي المصلحة العامة بتحكم كل الأفراد والأولويات. طبعاً لا يغيب عن الجميع إن خلال الفترات الماضية كان في تهديدات أمنية كبيرة بكل حاجة. البديهيات إن أنا مش غاوي وجع دماغ إن أنا أبني صورة، وكما بقى كل واحد أنت عارف فيسبوك ولا مش عارف إيه ولا إيه، بدأ يتقول الكثيرين فيها. وأنا لما كنت قدامي مصلحة ما بصيتش لهذا الكلام. السبب واحد، لما تتكلم عن أمن الوطن ما بتتكلمش فيها خالص، انما كان اسهل حاجه انك تلغي العمليه وخلاص ومتشكرين وكل ده يتلغي وخلاص. فلما جت بدات تبقى رسائل جايه من الجهات المسؤوله عن ان يجب ان يكون هناك نيو جيرسي موزع حوالين المحافظه. خاطبنا الجهات المسؤوله في وزاره الدفاع، فوجه ساعتها السيد رئيس الاركان ان ده مبنى سيادي يجب ان يكون منظر جمالي حواليه مش موزع. كان في تهديد امن حقيقي وقعدت كاردونات حوالين المحافظه مده طويله، واللي داخل بيتفتش واللي خارج بيتفتش، وكنا احنا واحنا الكنائس جنبنا على طول مباشره. فبالتالي المسؤوليه الامنيه تقع على مين؟ الدرجه الاولى تقع على المحافظ. كلام سليم جدا، لازم تاخد اجراءاتك. فقلت لهم والله الوضع 1 2 3 وشوفوا ما يتراءى لكم واعملوه. فرأوا ان لازم يتعمل سور وكلام من ده بالتفاصيل دي. اسندنا لجهه سياديه عشان يبقى التنفيذ، احنا مالناش كمان داخلي. الجهه السياديه قالت اكس من الفلوس، فما دفعناش احنا، دفعنا رئيس الوزراء. كلام سليم. هكذا صارت الامور حاليا انتهى، يعني الموضوع حاليا انتهى الا من مراحل التشطيب اللي هي من البوابات الالكترونيه، الاضاءات اللي عليه، الكلام من ده، انما كبناء وكتابة.